عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر. أبي سعيد الخدري وحكسه وريه بخاري مسلم إنه يريه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحور ريبي عن صوم يومين لبما الموت صوم كود أيور ريبي وديدي الفطر والنحر كبدلو عن صوم الفطر والنحر مالنت فطرك عيد الفطر مالنت عيد النحر لبدا صوم كود النبي صلى الله عليه وسلم وريبي أهسو من أيو يري حكوب بنان سين رأس وشيغني موضع لمده الفطر والنحر إن ترى هذا نكوب بنان وعن السماء وعكر النبي صلى الله عليه وسلم رهيبي أي وعن اشتمال السماء سيد الروايات كقاركود بأي زيادين أي المضاف كاس إن وحوي سيد قفلات داء إن له قوكتو بمعنى مرض الله يسقد الدوبو سيد أنا ورهيبي وفصل الدنة إن شاء الله وأن يحتبي يا إنه مركز الدنيا يستو أما الدقر الحده كل بسيطة تقان الرجل نكو أي الرهيب النبي صلى الله عليه وسلم إنه الدنيا يستو أما الدقر الحده نكو في الثوب الواحد مركليا إنه كل الدنيا يستو أما كل الدقر الحده أي الرهيب يستو مريكا لأن حدنين وعن الصلاة وحكروا الرهيبين النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة صلاة لتكدو بعد الصبح والعصر صبح أي عصر كالدبدو لتكدو أي النبي الرهيبين صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم بتمامه مسلم بحديثك الصوصاري حالو كسوغي لما يسترن كيسا حالو يهي ملتبسا بتمامه إنو حديثك السيدة أدنيه أكامل يهي حالو كسوغي هو للقبه أي صوصار وأخرج البخاري بخارينا حديثه صوصار الصوم فقط صونك أكرية أي صوصار موضع عن شيخه وحكود عي كتابك قريسه وكود عي عبارة السيدي مركا الصحض آهيد بإسكدب الجديدي صحض وحي هيدين ويراهده أخرجه البخاري بتمامه وأخرجه مسلم الصوم فقط مركا انقلاب باكود عي حديث كورنا ما يسترن عدة صوصار تي مسلم ما هي وبخاري قدر كالصون ككلية انت كصاب سن عدة صوصار تينا مسلم ويهي روايات كقاركودنا انت زيادة يكالا هيدا وبكسي بضني وحا الرواية كصار ورتين النبي قولي صلى الله عليه وسلم صحيح كصبا بخاري نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين نبي قول حرابي اللي بأيب يلا بأ قاب حرى الشعر درك الله حده يلا بأ الصلاة والرواية كم إذا رواية كحديثك رواية كالوصون كقد رئيسان واجلت بيعتينك وملامسة يمنابدة حديثك بفسرين لبستينك نوال لبدن إنو قرن اشتمال السماء أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد أما بثوب واحد سيدة روايات كقاركوت كسوغن لبدا الصلاة نوال لبدا الصلاة لتكدو عصر يسبح دبديد لتكدو دي صلاة سنة مطلقة لتكدو صلاة عصر دبديد أما صلاة الصبح دبديد وحي نقول إيسا النهي من هي بين نقول إيسا حكم كوبه الرئي حديثك الشيخي وحي تهي لبدا ما الموت إلا بدا عيدود عيد الفطر يعيد الأضحى إلا الصوم إنو النبي الرئيبي وأنا كسوا هذا الله مسألة كالكو حكتا وحي تهي اشتمال الصماء الصماء وقفلات دي ليس قفلي كأنه شيء منفت كدلو لو كبنا بأين تشرين مركب فوق هذا السبع يفسرين أهل اللغة هنا السبع يفسرين اجتمال الصماء أهل اللغة هو حي لهدين والروح مركب مرضى إنه يسخد الدوبو قعمه سنة هوسط مريه وح منفذنا أنو يسويل سيدا إنه يسوي ذا قفلو قعمه أنا هوسط مرصد مرضى نكرك إسكا قوض الدوبو كأنه إنه يهيد لقح ملاسان وكلام نهي قتاسال لغة شيء أهل اللغة الساسي يفسرين سيدا أبو عبيد بصور رأي وحنا إلى هذا الحكمة اللغة شيء ذو الرهيب استأر إن كان للرهيب يوحي تهي هدي قفك وحكو سوى كردان وما بها الصور رأى ما وح لمده قعمه يسي وما بنانا وحينا يسكم عليك رأى أحبابك السبودي أما بها الأما وح لمده قعمه يسي وكان حنبايه مروا كركا إسكا قدو دوبا دي مرضي سيدا الله وقفته
دقعميس حتى مرق دقائق كران إحنا إسكما عيرين كران مركا ترتيب في عنا فقه هذا وحي كفر سيران سيدا سكدوان أو وحي إله دين اجتمار الصماء وحلو تشيدا مرضي وعسكد الضوبيا لكن لبدي قار أي قار نبنين إيا قارك كران وعسكد الضوبيا سيدا مرضي وكلا إنت كتشيني قار تأيو إنت كلا اسكد الضوبيا حقه هو سنة مريا كما حبنا قيبنا وابنان تهي سيدا الرواد حديثك السوري سي لفتيسا أيابا كفر سرتي أهل العلم قاركود وحي إله دين هذه حديث تفسير كلا اسكو خلافة أهل اللغة يفقها اسكو خلافان سيدا فقه هذا كفة سرطان للرعاية سيدا أهل اللغة كفة سرين لمن راعه ويا اللسان كالشرعي يقع أقوم بضن النصوص تمعاني دودا فقه هذا وكتقانا أهل اللغة أهل اللغة هو حيكور رمي اللغة عامك أهي لكن فقه هذا حيكور رمي اللغة الشرعي حنا دعي كرتئي ريادة قاركود إن عرف الشرعي أي لا ذي عرف الشرعي قلنا مقدم بكيهي على عرف اللغة سيدا سأودي المعتمد كوحي تهي السيدا فقه هذا كفسرين حكم هذا النهي يقول مركا محي النقنيسا إلا لبدي كعمود بيت باو بناني وحي النقنيسا عوردي سؤين موقته أي مركا أقبلي كرتا مركا سيئان عوردي سؤون موقنين إلا هدي وحوي أمردي كتشيني قارتو حقه هو سنة إسكاقو وضطوطوبه لبدا الدقود مدنا أصوان مريو حقه هو سنة مركا وحوي أسكدو دوبي إن وحوي عوردي سيني موقتا لعكرت إلا هو سنة مريا كما حقنا مرادا كل يوم بكوة دو دوبي أما حقا صراها كموقتو أما حقا هو سنة كموقتي ما دام الله فلان أي أتهاي عوردو إني موقتو سيد الله ريبي سيدا سوي لكن عوردو هضينا موقنين إن لقفي عني هاي مويه حرانا مثلا ذلك لا حديثك الشيخ يا وحي تاي وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وإنه ننكو كدقر الحدوه أما كدون يستو كلبك إلا قعب بربا مرك لئه إنساقا وحكا لحدنا خوصتي وحبكا محدنا قو كلي يوم بابو حيستا طبعا قو يبكو صوت دون يستي أما كدقر الحدوه مردي هديني آدو وينين دي عوردي سوى موقن كرتا سأساود برواياتك قاركود وحي كرين أيان وأن يحتبي الرجل بثوب واحد ليس على فرجه منه شيء بعد وحي كسي دريان ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء حبنتي سطرن كيضو أن وحبصر نين وحق عرك أين وحبك حين هل كاسي أي بنان توضلوشو إنو صدا أدقر انحده وارهيب النبي صلى الله عليه وسلم رواية البخاري والساسي كردينيس مرك أساس أودد وحين نغنيس مر هدي عوردي موغنيس حرام بين نغنيس لكن هذين عورده موغنين حرام نغنيس وحلو دي ذي عور موقت كتهينا حديث كلفتي سابع الضينا يا وحكل النبي قول ربي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح هي صلاة عصر الدبدو ذا إن صلاة سنة لا تكذؤ مطلقة أي ربي والله ماذا وحكو حنباري نافلة مطلقة إنيتها وإلا سنة ياشا ذوات الأسباب كالسببها له قولك قوي الصحيح وحيها إلا تكنكره ذوات الأسباب لمدي ذا ذوات الأسباب كوحلوش ذا مثلا نكلا مسجد كأيو الصوق علي ذنكر الصوق علي أما إنه قرآن أخرست الصوق علي أما إنه درس كرده الصوق علي أما وحلم ذا حلو الصوق علينا وحلقا صلاة دي تحية المسجد كهيدوة كنية وذوات الأسباب ركعتي الطواف أيا وقتي كان كوب يقمي أوه كعبدي وتضرب جورك الطواف كوريدي مرك الطواف كلا دم أيو ركعتي الطواف لبرك عدود الطواف كسنة الطواف اللي له ذلك كذا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى حل كان هذا كوب يا جنتوا لا تكنيا وهكذا لكن نافلة مطلقة هيد أن صواب لهين أي الرهيب يا وقتي إلا لي ما جو إن بظن أهل العلم يكمل الساسك حنبارين وأنا صدق صحيحة